النجمة الشابة إلهام عبد الجبار. ببارك طبعا لانجي اندوشكا. قد ايه انبسطت وقد ايه الكوليكشن هايل، يعني هي خفت عني حاجات كتير قوي حلوه. حسابنا بعدين على فكره، بس انا مبسوطه جدا، مبسوطه قوي بالنجاح، ويا رب دايما متالقه، ومبسوطه بكل زمايلي اللي دعموا النهارده وان هم حبوا يشاركوا، وان الموضوع عن المراه القويه. في ناس فاكره ان الستات ما تقدرش توصل للي هي عايزاه، حابه اقول لكم لا، بغض النظر بقى الناس اللي هتزعل ولا لا، بس احنا نقدر نحقق كل احلامنا ونوصل للي احنا عايزينه وابعد كتير من ده. وحبيت اشارك عشان اتمنى كل ست مصريه وكل بنت مصريه تبقى واثقه من نفسها ومؤمنه انها تقدر توصل لاعلى نقطه وتحقق النجاح اللي هي عايزاه. وبمناسبه اهلي برضو، ويمكن نجاحي لحد اللحظه دي من مسانده جدتي ليا، هي اللي بسببها انا واقفه معاكم النهارده، ويمكن لو كانت موجوده دلوقتي كنت وصلت لنجاحات اكبر من دي بكتير.